بيت السادات الله يرحمه كان فيه شهيد اخوه اي شهيد في حرب اكتوبر عاطف. بطل تيار عاطف السادات اي تلقى نبأ ازاي الرئيس؟ هقول لحضرتك انا كنت بزور الطيارين في مستشفى الطيران فبسألهم على عاطف فواحد فيهم بص لي كده وسكت فانا فهمت في حاجه يعني البصه كانت واضحه فسالت الثاني فقال لي عاطف استشهد قلت له استشهد انت متاكد قال لي ايوه استشهد وطيرته وقعت وقعوه وده زميل ده كان في يعني في نفس السرب اللي طلع سوا فالحقيقه عاطف ده كان بنعتبره ابننا مش اخوه ابننا لانه فرق السن كبير قوي قوي وكان دايما يجي لنا البيت ويقول له يا بيه ما عايزين نبتدي بقى الحرب وبتاع وكان زي برضه بتاع الضباب وكده يقول له ما تيلا بقى نبتدي وبتاع يقول له كله بوقته كله بوقته يا ابني بتاع ويسكت فانا لما حتى ايامها بقيت مش عارفه اقولها له ازاي فقلت هقول له على حكايه عاطف وهجيبها له بالتدريج وكنت متخوفه قوي فبقول له يا انور بيقولوا أنا كنت في مستشفى الطيران وبيقولوا عاطف مفقود قال لي مفقود؟ قلت له آه في ضباط طيران شافوا الطيارة بتاعته بتقع قال سكت كده وبس قلت له بصراحة هو استشهد يا أنور لأن شافوا طيارته وقعت مش أسير والله والله يا أستاذ عمرو بص كده وهز راسه وقال لي كلهم ولادي كل اللي بيستشهدوا ولادي من أجل مصر ولازم يستشهدوا عشان مصر.